بس احنا عندنا حاله خاصه النهارده. الحاله الخاصه اللي موجوده النهارده حسام غالي. حسام غالي اخذ لقاءات اهلي وزمالك لعيب كتير وعاش احداث كتير. عاش الحدث انه هو لعيب، وعاش الحدث وهو النهارده جاي ببعثه النادي الاهلي عضو مجلس اداره. انهي اصعب؟ الاصعب طبعا وانت خارج الملعب، وانت مش في الملعب وبتأدي دورك و بتشجع بس من بره الملعب، الموضوع صعب، ضغط عصبي رهيب. ف بره الملعب اصعب بكتير. الاجواء طبعا زي ما انتم شايفين بدات، والمباراه بدات من بدري من خارج الملعب بين الجمهورين الاهلي والزمالك. المشهد رائع، تنظيم اكثر من رائع، تنظيم في حته تانية على راي كابتن سيف. فاتمنى ان شاء الله يكون ماتش كويس، واحنا قاعدين نتفرج نبقى مرتاحين، وتخرج المباراه بصوره كبيره ان شاء الله وصوره كويسه للفريقين، تليب الفريقين، والمكسب في النهائي يكون اهلاوي ان شاء الله. متعب، انت لعبت اربعه نهائي كاس مصر، جايب ثلاث اجوال في مرمى الزمالك، الاربعه كانوا قدام الزمالك. مباراة أولى كانت مثيرة جدا، جبت فيها جولين 2005 2006 في موسم ثلاثية بيسعى الأهلي السنة دي برضه للثلاثية بعد ما خد الدوري ودوري أبطال أفريقيا. اللي بعدها نسخة كانت تاريخية، ماتش 4-3، وفي نسختين تانيين كسبهم الزمالك. كلمني عن إحساس لاعب بيلعب نهائي بطولة كأس مصر قدام منافسه التقليدي، وأنا بسأل هنا هداف من الهدافين التاريخيين للأهلي. انفع ابقى هداف بس اهم حاجه في اربع لقاءات سجلت ثلاث اهداف، ده كويس صح؟ كبير قوي. خلي بالك ان هاني مش حافظك قوي يعني مش عارف الاجابه، هيقول لك اللقاء ده هيقول لك مش فاكر، كنت بصطاد سمك والله، خلصت وسافرت، ده جاي من عالم تاني يعني، عايش معانا بالصدفه هنا. لا بس لقاءات الاهلي والزمالك ما تتنسيش خالص يا كابتن سيف، ما تتنسيش هاني خالص هاني. مباراة مهمة جدا، حدث. انت قبل الهوا الراجل واقف معاك ربع ساعة بيقول لك، وانت بتقول له والله ما فاكر منهم حاجة. لا لا هو بيقول لي انت لعبت كام نهائي امام الزمالك؟ هو بيقول لي اربعة، قلت له اربعة بس؟ لا نهائي كاس، انا كنت فاكر انه اكتر من كده. يعني مش فاكر؟ لا كنت فاكر انه اكتر من كده. بس لكن انا بتكلم لقاءات الزمالك عامة سواء في الدوري او في افريقيا او في الكاس، مباراة ممتعة جدا. مباراة 2005 2006 كانت مباراة بالنسبة لي اللي كنت لسه ببدأ فيها مع النادي الأهلي، وبدايتي مع الفريق الأول، وحققنا فيها مكسب، كسبنا 3. المباراة الثانية وهي المباراة الأمتع بالنسبة لي على مدار تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك، مباراة 4-3، مباراة قوية جدا جدا، على ما أعتقد إن الجمهورين خرجوا مبسوطين والفرقتين خرجوا مبسوطين. حتى النادي الاهلي قدرنا نفوز بالمباراه، لكن في الاخر جمهور الزمالك كان زعلان خالص من اداء لعيبه نادي الزمالك، المستوى اللي كان موجود داخل الملعب. احنا نفسنا في الملعب مستمتعين جدا، مستمتعين باجواء المباراه. فكان انا شايف ان 4-3 دي واحده من افضل اللقاءات اللي اتلعبت في تاريخ الاهلي والزمالك، وانا بتشرف ان انا شاركت في اربع لقاءات في نهائي الكاس بين الاهلي والزمالك، لان اللعب امام الزمالك حاجه كبيره، لان نادي الزمالك نادي كبير بتاريخه وجماهيره. صح، وان شاء الله تكون مباراه كبيره النهارده في الملعب فنيا، تليق بالحدث اللي احنا فيه.